السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كسرى، وكالعادة مع ضيوف مميزين. واليوم معنا ضيف نظن الكثير منكم طلبوه، وهو البروفيسور كمال يوسف تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة المرموقة عام IT Massachusetts Institute of Technology، أين يشغل منصب مدير مخبر بحث الميكاترونيك ومدير ثاني لمركز الأنظمة المعقدة بمدينة العلوم والتكنولوجيا للملك عبد العزيز المملكة السعودية، وهو مشروع مشترك جامعة الملك عبد العزيز والأم آي تي، وهو أيضا مدير معهد البحوث للطاقة والمياه النظيفة في أم آي تي. تتركز أهم بحوث البروفيسور حول النمذجة التصميم نظرية التحكم وتطبيقاتها في الأنظمة الديناميكية وتطوير تقنية التحكم السريع التأقلم. تشمل تطبيقات أبحاثه كل من الروبوتكس أو روبوتيك، التشغيل الآلي، علم القياس، تكنولوجية النانو والأنظمة الذكية. من بين الجوائز التي تحصل عليها البروفيسور، وهو تحصل على كثير منها: National Instruments Engineering Impact Award in Advanced Research for Building the 2014 World's Largest Range High Speed Atomic Force Microscope. غير إطالة، نفوتوا الطاها كالعادة، يدلكم مقدمة خفيفة للحلقة ونفوتوا البروفيسور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. أول حاجة نشكر بروفيسور كمال يوسف تومي جزيل الشكر على أنه أجاب الدعوة، على بالنا بلي الوقت تاعه كان ضيق جدا وراح يكون ضيق جدا، ولكن أنه خصنا بهذا الوقت نشكره جزيل الشكر. اليوم على بالي بلي ما نشرحين نحكو على كل المواضيع ومستحيل نحكو عليهم كاع، نحاول إن شاء الله أننا في خلال هذه الحلقة نستفادوا من خبرة الأستاذ في كل ما نقدر نستفاد منه. راح نطرحوا له عديد الأسئلة، ولكن إن شاء الله أستاذ وعدنا بأننا نديروا حلقات أخرى، فبحول الله إن شاء الله أن نديروا مع حلقات. من دون إطالة عليكم نشرح نحكي لكم للأستاذ لأنه تعرفوه معظمكم تعرفوه. شكره جزيل شكر أستاذ، ككلمة أولى تفضلوا بعدين نمشي في الحلقة. بارك الله فيكم طه وزبير، بارك الله فيكم، الشكر الجزيل لكم على الاستضافة وعلى هذه الفرصة يعني بها نكون معكم. بارك الله فيكم على هذه النشاطات المفيدة للجميع، وشكرا لكم. شكرا أستاذ. معظم الناس تسألوا كيفاش حتى بدأ الأستاذ، من وين بدأ؟ أنا نعرف أنه بحكم القرب بين مدينتي ومدينتك بدأ من قصر البخاري، هل ممكن تحكي لنا على عجالة كيفاش حتى بديت، وبعدين على عجالة نمشوا حتى نلحقوا للأمايتي والبحوث اللي يدير فيها؟ تفضل. والله يعني نشأت ولدت في مدينة قصر البخاري، في مدينة ولا في ولاية المدية. يعني الإنسان يكون يعني يقول يعني شاكر لأفراد العائلة والعائلة ككل لأنهم ساعدوني كثير يعني وأنا صغير، وخاصة لأن الوالد يعني قتل يعني في 57 حوالي 57، وكان الله يرحمهم كلهم، أخوي الكبير الحاج أحمد الثاني الله يرحمه كان هو في عمره 12 سنة يعني أصبح يعني الأخ الكبير والوالد يعني في ذاك الوقت. يعني أنا الحقيقة اليوم يعني ما نقدر يعني نتصور يعني إنسان ولا ولد عنده 12 سنة ويصبح يعني هو رب البيت، وفي تلك البيت فيها يعني 7 حوالي من الأولاد، وفيها يعني الأم والجدة يعني حوالي يعني 10 أعضاء يعني في العائلة، وهو يصبح يعني المسؤول على هذه العائلة. لكن أنا ما شفت يعني في التصرف نتاعه يعني أني ستريس يعني هذا يعني دائما وأنا صغير يعني نشوف فيه يعني قوة، نشوف يعني انضباط، نشوف يعني القيادة يعني زعيم وشاد يعني في المسؤولية نتاعه، وكل شيء هذا خلاني أنا يعني مرتاح، ماني يعني I'm not worried، لأنه هو كان حامل يعني كل هذه المسؤولية. ولما تنظر إليه يعني عندك الشعور هذا متاع الهدوء، متاع الطمأنينة، متاع الثقة، متاع الأمان. وأنا أظن يعني إذا كان فيه واحد ليدر يعني زعيم من يعني على أي مستوى يعني يدفع يعني هذا الشعور ويبلغ يعني هذا الشعور يعني إذا كانت أسرة ولا كانت أعضاء في شركة أو حتى في دولة يعني لأفراد الناس هذوية. والشيء الآخر يعني اللي تعلمت يعني من أعضاء العائلة كما قلت يعني الحاج أحمد الله يرحمه يعني هذه القوة والانضباط والليدرشيب الكرم، يعني ما كان يعني أي إنسان اللي يتقدم الباب داره وما لازمش يعني يدخل ويشرب حاجة ولا يأكل حاجة يعني الله يرحمه. أخويا محمد الحاج محمد هو ما كانش يعني عنده يعني قدرة يعني في الحاجات النظرية،
يعني تعب، لكن في الجانب التطبيقي الهاندز اون يعني كان ما شاء الله، يعني عبقري، ربي أعطاه يعني هذا القدرة. يعني هو كان الماستر، هو تعلمت منه يعني الكثير، لأنه كان عنده هو معمل يعني للتلحيم، يعني ويلدينج، تعلمت يعني ويلدينج، تعلمت يعني هذه كل الأنظمة الالكتريكال سيستم الكهربائية، والسبراي بينتينج والرش بالطلاء مثلا بنسميه، البروتوتايبينج، يعني كلها كان هديه. واخوي الحاج محفوظ هو اللي علمني الرياضيات، لانه انا يعني في الصغر كنت يعني ضعيف في الرياضيات، واذا كان مستوى اقل من الصفر كان انا هو اللي يعني يعني اللي امثل هذاك المستوى. لكن الحمد لله هو يعني اللي علمني يعني الرياضيات في صيف من اظن كنت في السنه السادسه او السنه السابعه. وهو كان في الحقيقة يعني يقرأ مليح كما نقول احنا، حتى يمه كان دائما يقول لي انت علم ما تقراش كما اخوك. ايه فهو اللي علمنا الرياضيات. وفي هذه السنة السادسة او السابعة الحمد لله يعني العام اللي من بعد بفضل الله يعني تحصلت على الجائزة الاولى في الرياضيات. ومن ذاك اليوم يعني اصبحت يعني بنشتغل يعني ليل نهار، لانه حسيت انه يمكن هذه راهي جاتك الدلتا فانكشن. ها الدلتا فانكشن هذيك ولا دلتا، ها اللي يعني تجي بسرعه ومن بعد تروح. فكنت خايف انا اذا كانت تكون من هذا النوع. واخويا الحاج ميسوم هو كان البليغ، يعني ذا البلاغه وفصيح يعني في يعني في الكلام نتاعه. كنت انا دائما يعني نحب نكون يعني تكون عندي قدره حتى نتكلم كما هو. فهو كان دار الاختصاص نتاعه في القانون، وكان من بعد كان قاضي يعني في المحكمة العسكرية يعني بعد الدراسات نتاعه، يعني من بعد خرج من هذا المنصب هذا نتاع قاضي في المحكمة العسكرية. تم العائلة تلعب دور، كنت حكيت ان المحيط يلعب دور في صقل الإنسان. تلعب دور كبير، تلعب دور كبير، لأنه وهذا يعني بعض الناس يسموا هذا المساعدة، هذا السبورت، maybe the silent support، يعني يسميه يعني مساعدة مخفية أو مساعدة silent، اللي يعني الإنسان ما يشوفها ما يحس بها، لكن هي موجودة وتشجع الإنسان وتعطي له كل القدرات الأخرى يعني بإذن الله. والوالدة يعني رحمة الله عليها كان يعني الحنان والكرم والصبر، يعني ما شفت صبر يعني بيرحمها إن شاء الله. يعني كانت تعتني بأختها، يعني خالتي، واحدة من خالاتي كانت يعني كانت مشلولة يعني كما تقول أنت باراليزي، ها يعني كل الجسم تاعها ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتحرك، يعني حتى الصبع تاعها ما تقدرش تحركه. فهي كانت يعني بعد ما يعني جدتي توفت الله يرحمها، فأمي جابت يعني خالتي وقعدت معنا يعني سنوات عديدة، وحتى يعني حتى توفت. ولكن كانت هي يعني قائمة بها يعني في كل هذه السنوات، يعني ما كانش يوم يعني سمعتها يعني تشتكي يعني إنه هذه كثير. إذا كان عندك أنت يعني إنسان يعني الشيء اللي يكمل الوحيد يقدر يعني هذا ما يقدر يتكلم، ما يقدر حتى حاجة، حتى في اليوم وفي الليل يعني تقلبها يعني على اليمين على الشمال، لأنه ما تقدرش يعني تخلي يعني مريض يعني على جنب واحد يعني في ساعات طويلة. والحمد لله يعني ربي يعني جزيها كل خير ويكتب لها في يعني ميزان حسنات إن شاء الله. أمين يعني. أمين أمين. وكانت يعني تربينا على القناعة يعني في كل يعني في العائلة، ونظن لما هيش غير العائلة متاع يعني نظن العائلات في هذاك الوقت يعني كثير من العائلات يعني كانوا يعني نفس الشيء نظن، وقانعين يعني بالقليل، يعني كما يقول هذا الشاعر يقول إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عالي المكان بحافي، ما كل ما فوق البسيطة كافية، فإذا قنعت فكل شيء كاف. وبعدين خرجت من هذا الحضن وهذا النموذج العائلي اللي يعلم الأخلاق هذه ويعلم الصفات هذه، ومشيت نتخيل الجزائر، درست في الجزائر العاصمة، وبعدين مشيت لأمريكا. هي في الحقيقة كانت في هذا الوقت احنا في الثانوي، وبعد الثانوي جات بديت يعني بعض الأشهر في الجزائر العاصمة، كانت جامعة باب الزوار غير كما فتحت. لكن سبحان الله يعني جات أنا سميها فكرة، سميها صوت داخلي، من يعرف يعني كيف تسميها. لكن هذا الفكرة اللي جات في عقلي أنه يا إما أدرس في الجزائر
أو أمشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ذاك الوقت كان فرصة بالإنسان يتحصل على منح، فكانت لكل الناس يجي تكون الإعلان يجي في الجريدة، وأي إنسان يقدر يدير طلب. والحمد لله كانت ثلاث من المنح، واحدة كانت في الهندسة الكهربائية في روسيا، الثانية كانت في الهندسة الميكانيكية في ألمانيا، والثالثة كانت هندسة النسيج التكستايل انجينيرينج في بلجيكا. لكن أنا رفضت كل هذه المنح، واستنيت أنه حتى إذا تكون فرصة تجي الولايات المتحدة الأمريكية، والحمد لله جات فرصة. وكانت أنا ليوم من هذا مكتوبة، لأنه كثير من الأشياء اللي درت ودرت كيفية البلانينج التخطيط والكثير عدة مرات باش نمشي في اتجاه، وكل مرة تجي أشياء ظروف اللي تجبر الإنسان أنه يمشي في اتجاه completely different، جاء آخر في ال... الحمد لله جيت إلى بوسطن حتى نتعلم اللغة الإنجليزية، لأنه كانت عندنا اللغة الإنجليزية في الجزائر في الثانوي وقبل الثانوي، لكن أنا كنت في شعبة الرياضيات، فكانت عندنا حوالي ساعة أظن في لغة إنجليزية في الأسبوع. الرياضيات ذاك الوقت كان عندنا حوالي 10 ساعات في الأسبوع رياضيات، وحوالي 8 ساعات فيزياء، و7 ساعات كيمياء، والمواد الأخرى كلها ساعة ساعتين في الأسبوع. فلما جيت البوسطن، وكانت منحة من شركة سوماكوم في ذاك الوقت، الحمد لله تعلمنا اللغة الإنجليزية. وفي هذاك الوقت أنا حكيت هذه الحكاية، لما احنا نتعلم اللغة الإنجليزية نكون في قسم حوالي يمكن 10 بين 10 او 15 طالب، كلنا نتعلم اللغة الإنجليزية في الصباح، بعد الغداء نخرج مع المعلمة وقسمونا إلى فئات قليلة، كن زوج أو ثلاثة طلبة مع كل أستاذ ولا أستاذة. مرة من المرات كنا احنا في خرجنا برا، كنا على النهر، هذا فيه نهر تشارلز ريفر اللي هو يقسم بين مدينة بوسطن ومدينة كامبريدج، واحنا من جهة متاع بوسطن، فهي كانت تشير إلى الام اي تي وتقول Do you know what those buildings are؟ هل تعرفون ما هذه المباني؟ الشاطئ الآخر متاع النهر. فبعد هي كلمة بالزال اليوم أنا حافظ هذا الجملة متاعها ما قالت، فقالت That is MIT، هذيك MIT، وقالت Some of the most intelligent people in the world work there. قالت من كيف نسمي the most intelligent، مخاخة العالم كما نقوله، من أمخاخ العالم يخدموا في هذه MIT هذه. ف مباشرة أنا في رأسي قلت لازم يكون على الناس هذوك، هذا الناس اللي راهي قالت عليهم هم أمخاخ العالم راهم ثم، الحمد لله أنا لازم يكون معهم. في ذاك الوقت كنت نتمنى أن نكون نروح ندرس كطالب، والحمد لله بعد وقت جيت ثم وزاد ربي سهل باش نكون أستاذ في جامعة الام اي تي، والحمد لله. الحمد لله. أستاذ، كيفاش حتى الدراسة مشيت من الجزائر ولحقت البلد جديد اللي هو ثقافة جديدة، ثقافة اللي كانت صعبة، وبعدين تأقلمت مع المتطلبات على الحياة من الناحية الاجتماعية وأيضا من ناحية متطلبات الدراسة، حتى نوين على بالنا في البحث العلمي ولا الناس اللي تدرس تعرف باللي هذه الجامعات تتطلب عمل كثير وتتطلب اجتهاد باش تلحق للمستويات اللي راهم فيها. كيفاش الإنسان، نصائحك للناس من خلال تجربتك باش يلحقوا لهذه المستويات العالية اللي بها نوصلوا للمستويات الرقية اللي يلحقونها؟ والله شوف، هي الإنسان أنا أظن يحط الهدف نتاعه، فمثلا أنا لما جيت الهدف الأول كان أنه يكون في الدراسات نتاعي تكون في في الهندسة الميكانيكية. يمكن نتكلم يمكن كاش وقت آخر على كنت حبيت ندير انفورماتيك في هذاك الوقت، وكما درت جبت قاع الأسباب اللي موجودة في الدنيا. وكل مرة ما في آخر الأمر بقيت في الميكانيك، والآن نقول الحمد لله يا رب العالمين اللي خلاني بقيت في الهندسة الميكانيكية، وخاصة في التخصص نتاع
الآلات الأوتوماتيكية والتحكم والنمذجة والحاجات من هذا النوع. الحمد لله. فنرجع للسؤال متاعك، هي في الحقيقة يعني كل البلدان هذه، يمكن نتكلم عن البلدان، يعني كل بلدان يعني تلقى فيها ناس طيبين، ناس طيبين بصفة عامة، كل بلاد فيها، يعني كل بلاد فيها كما نقول احنا كان عبارة يقول عندنا الصالح والطالح. الصالح والطالح، بارك الله فيك. وفي امريكا كاين يعني ناس اللي يعني طيبين وعندهم يعني قيم وعندهم يعني حاجات من هذا النوع، وخاصة يعني في الجامعات وفي الشركات وفي المؤسسات، يعني تشوف تلقى هذا يعني كذا الانضباط بتاع الشغل وأشياء من هذا النوع. الإنسان يعني يزيد يعني يتدرب ويزيد يتكون يعني من هذه المجالات، حتى لما يشوف ناس أخرين يعني في الخدمة بتاعهم، يعني الديسيبلين، يعني الانضباط على الوقت بتاعهم، الهارد وورك، يعني يخدم بجد، الإتقان العمل، يعني تشوف هذه الحاجات. يعني ما هيش يعني إنسان يتكلم ويقول لك إتقن العمل بتاعك، ولا يقول لك كون في الوقت، يعني انت تشوفها. يعني انا مره كنت في جامعه لما درست يعني هذا شهاده البكالوريوس في جامعه سانسيناتي، فكان عندي موعد مع استاذ، يعني نسيت الوقت، يعني سميها انت مثلا الساعه 10 مثلا صباحا مثلا، فانا كنت يعني امام الباب بتاع المكتب بتاعه يعني يمكن بعد 5 دقائق او يعني قبل الوقت. فلما جات يعني الساعه 10 نشوفه جاي، يعني فاتت يمكن دقيقة أو شيء، يعني شيء بسيط، دقيقة ولا دقيقة ونصف، يعني حاجة من هذا النوع. حتى نشوف إنسان جاي يجري يعني في الكولوار هذا في الممر، يعني جاي من بعيد، جاي يجري ويلحق لي ويقول لي I am sorry، أنا آسف. يعني هذا هو الأستاذ، يعني هذه يعني من الحاجات اللي كنت نشوف فيها في أول شيء. الشيء الثاني يعني لما بدينا يعني في الدراسات في الهندسه، واول يعني من المواد كانت ماده بتاع الديزاين، والاستاذ اللي كان يدرس هذا في الماده هذيك، يعني ماهوش انسان يعني استاذ يعني راكي مبدا مثلا عنده سنه يعني بعض السنوات، لا، هذا انسان يعني خبير يعني في الميدان وعنده سنوات عديده يعني في هذاك الميدان. لكن هو اول شخص سمعته قال يعني I don't know، قال ما نقدرش نجاوب على السؤال هذا. ففي في حصه واحد اسال يعني سؤال، والسؤال هذا كان يربط يعني بين الديزاين وداخله فيه الميثولوجي، يعني هذا علم المواد. فهو فكر وقال ما نقدرش نجاوب على السؤال هذا، لكن نجاوب يعني في الحصه القادمه. والحصه القادمه يعني جاوب ده بهذا السؤال، قال فلان يعني سال سؤال كذا وكذا، فانا يعني قال اني تكلمت مع الاستاذ الفلاني اللي هو في خبير في هذا الميدان بتاع الميثولوجي، وهو الجواب بتاعه كذا، وقال يعني الجواب بتاع السؤال. ولما كمل قال فيها أسئلة أخرى، يعني هو أول إنسان اللي سمعته في حياتي في هذا الوقت اللي سمعته قال يعني I do not know. فهم الناس عندهم هذه القيم، والقيم اللي تشوفها يعني احنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أظن أن الصحابة والناس اللي كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلموا، لأنه كان هو يعني قرآن يمشي، وهو أخلاق يمشي، كل هذه فيه، الانضباط فيه، والاون تايم فيه، ها يعني الوقت، كل حاجه فيها. وانا اظن هذه هي الطريقه الصحيح، يعني باه الواحد يعني في الارض يدير دروس على كيف تكون يعني ديسيبليند، يعني تكون فيك انضباط، اخلق البيئه اللي فيها الانضباط. وفي الجزائر يعني المكان الوحيد يعني اللي شفت فيه انضباط يعني على مستوى يعني فوق هي وزارة الدفاع الوطني، اللي فيها هذه كافيه انضباط، يعني كي يقول لك اروح مثلا 10 10، كاش واحد يقول راني ما نوصلش، ولا التريسيتي ما كانش راحت، ولا مش عارف الترانسبور، ولا مكانش هذه، يعني يقول لك اروح. فهمت. وكل المؤسسات هذه اللي راني يعني شفتها يعني في العالم، في امريكا، في كوريا، في كل بلدان، يعني الحمد لله يعني نشتغل معاهم، يعني من هذا النوع. فلما تشوف انت بيئه
اللي فيها هذه الأشياء اللي هي في الحقيقة يعني كلها هذه قيم متاعنا احنا، يعني مناش يعني قيم جديدة، يعني إتقان العمل والانضباط والنزاهة والكرامة يعني وشفقة بين الناس وكذا، يعني كل هذه في الحقيقة هي قيم متاعنا. يعني أنا أظن الاختلاف أنه في بعض البلدان متطبقة وفي بعض الأخر في بلدان أخرى يتكلموا عليها صح كثير لكن غير متطبقة. يعني نظن صح هيك صار لك كمان النظافة. هنا قاعد نحكوا عن النظافة، النظافة نحكوا بس لما مش عارف انا ساعات هنا اجانب ليش بده يحكوا معي موضوع يسخصوني امور تاع النظافة، ويعود حاكي معاهم انسان واحد اخر عربي ولا مسلم يقول لهم باللي انتم القر موسخين، وهذا يقول لي بس حنا كي نشوف نخرج الشوارع تاع المغرب ولا تونس وما راحوش الجزائر الوسخ برا، يقول لي كيف تقدروا توافقوا بين راكم تامنوا وتقولوا احنا فينا وبين ان الواقع تاعكم. هي شوف هذه يعني ذكرت هذه النظافة، وخاصة يعني النظافة اللي هي غير موجودة في الكثير من الشوارع في بلادنا، وهذه كرهها مؤشر يعني على مشكل كبير، ما هيش غير نظافة، هذا كره مشكل كبير يعني من وراء يعني معناتها الوحدة ما هيش موجودة، معناتها راسي راسي، معناتها فيها صح implications، يعني فيها حاجات كثيرة اللي غير من هذا الشيء. وهو يعني تكلمت أنا في الحقيقة على هذا الموضوع من قبل، يعني داروا دراسات على النظافة، يعني أفرض أنت عندك يعني مثلا حي أو منطقة نظيفة ومش غير نظيفة، نظيفة وفيها الأشجار وفيها فيها الطبيعة الخضراء وفيها، ولا كيف تسميها، ورود ها ايه كيف غازون كما نقولوا الورود هذا الشيء، إيه كل ماء والحاجات هذه، وفيها منطقة أخرى اللي هي العكس بتاعها، كل حاجة فيها سلبية، ما هي نظيفة، ما هي ما فيها، وش وجدوا الناس اللي في المنطقة النظيفة إن هم في الجسم بتاعهم healthy، في الصحة الجسد بتاعهم فيها يعني الصحة أكثر، وفي الصحة العقلية أكثر، وكل الجوانب هذه، والمنطقة الأخرى عندها العكس، كل الأشياء، المرض البدني والمرض العقلي، والناس يتأدوا على بعضهم بعض، والسرقة والقتل وكل هذه، إلا بالمنظر، أنت تمشي في الشارع وتشوف يعني هذه الحاجات اللي هي غير ملائمة، الشيء الوسخ، يعني يمكن إنسان يقول حتى هذه ما فيهاش يعني ما عليهش هذه فيها أمراض أكثر، والإمبليكيشنز تاعها يعني كيف تسميها تأثيرات حول العواقب. تأثير، بارك الله فيك، تأثيرات تاعها راهي يعني ما يقدرش الإنسان يعني يحصيها بهذا النوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الدين تاعنا احنا كي نقولوا النظافة يعني النظافة من الإيمان، ولا النظافة شطو من الإيمان، يعني هذاك غلط، مش غلط، لأنه راهي النظافة وفيها أكثر من النظافة، من فيها القلق، فيها كل هذه الأشياء، إلا بالمنظر تاع الأشياء هذه الغير غير ملائمة. فتلقى المناطق هذه النظيفة، كنا نتكلم على البيئة هذه اللي موجودة هنا، فيها بيئة نظيفة وفيها بيئة من هذا النوع، وحتى الثقة. أنا لما جيت الام اي تي كان موجود يعني كما نقول احنا طابلة هكذا، وفيها يعني تاع القهوة، وفيها أتاي، وفيها مش عارف بعض الأشياء، وفيها تاع كاس صندوق هذا، يعني كانت يعني شيء رمزي يعني بسيط، يعني ماهيش حاجه كبيره، يعني تدي يعني مثلا كاس تاع شاي ولا تاع قهوه مثلا، يعني تحط انت مثلا يعني 25، ذاك الوقت كانت يمكن 25 ولا يعني سنتيم، اللي هي يعني ماهيش حاجه، ايه، وانت تدير الصرف يعني وترجع الصرف وهذاك النوع. عمري لا شفت انا شيء من هذا يعني من هذاك النوع. ايه، وهم مساعدين. الشيء الاخر اللي شفته انه مساعدين لما جيت الام اي تي، ويعني ولما بدات يعني كاستاذ، يعني تقريبا يعني تكون انت كل النظام هذايا موجود به يساعدك انت، يا هذا البروفيسور هارت اللي هو معنا في مازال معنا في الهندسه الميكانيكيه، يعني اخذني معه، وكان يعني استاذ من قبلي، فداني معه الواشنطن، واحنا في بعض الاجتماعات ما في هيئة ولا وكالة حكومية، يعني حتى قدم لي بعض الناس وكذا،
وزاد يعني الاستاذ يعني الصاد اللي خدمت معاه يعني في على الدكتوراه والروبوتات، فهو مشيت معاه يعني لليابان وقدمني يعني الى بعض الشركات وهذا. يعني عندك انت بيئه اللي هي من جانب نظيفه، يعني كنا نتكلموا على النظافه نتاع كما تكلمنا عليها، محيط وزيد المحيط هذا، وزيد النظافه انت المحيط هذا من جانب النزاهة والكرامة والثقة والرحمة ومساعدة، كل هذه الأشياء، وتزيد لها يعني الجانب التقني اللي هو في مستوى عالي، وتلقى كل الناس هذو مساعدينك يعني باش تنجح. احنا لما نجيب طالب نجيبوا طالب باش ننجحوه، لما نديروا ريكروتمون نتاع واحد أستاذ يعني تجيبه باش تنجحه، باش تشوف كيفاه ينجح، يعني دير كل هذه الأشياء حتى ينجح هذا الإنسان. من ضمن هذه هي الطريقة الصحيحة، يعني إذا كان النظام يعني على أي مستوى، مستوى جامعة، مستوى شركة، مستوى أمة، ولا في دولة، أنا نظن لازم يكون من هذا النوع اللي يعني بيئة فيها كل هذه المميزات اللي هي في آخر الأمر لمساعدة الإنسان. الإنسان إذا كان إنسان وحده ولا يعني فئة، مجموعة تاع الناس يخدموا مع بعض، أو شركة أو جامعة، يعني كيف تنظم روحك باه تساعد كل إنسان، لأنه لما هذا الناس ينجحوا البلاد تنجح، وهكذا. أنا نظن يعني شيء بسيط، يعني ما هوش يعني حاجة لي صح. وهذه يا أستاذ نظن الحاجة اللي نلاحظوها أنها تصنع الفارق بين الدول الناجحة ولا الأنظمة الناجحة وغيرها. أنا دائما نضرب مثل بالمدارس تاعنا العليا، كان ساعات يستعملوا يقول لك احصائيات، يقول لك مش عارف 50% 70% من الطلبه تاعنا يروحوا مش عارف للامريكان ولا لفرنسا ولا كذا، وكان اللي يستعملها كحاجه تاع فخر. نقول له لا، ان الانسان اذا كنت مدرسه نخبويه راه يجيك اللي جايب 18 و19، هذا راه كيما نقولوا كريم دو لا كريم، يعني ما كاين ولا عذر انه ينجح يفشل واحد. لو فشل واحد العكس تولي لازم كيما نقولوا تولي اللقاءات والمنتديات علاه فشل واحد اللي جا الاول في البكالوريا. لازم قال هنا كيفاه نخدموا انظمه بحيث انه حتى لو يجي انسان ناقص نجحوه، مش يجونا النخبه ونخيروا ايه. واحنا في بارك الله فيك، احنا وفي الام اي تي عندنا يعني الاساتذه اللي هم مثلا اسيستنت ولا اسوشيت بروفيسورز، هذوك نديروا لهم يعني التقييم تاعهم يعني تقريبا كل سنه. طلبه يعني نديروا الايفالويشن تاعهم يعني في كل فصل يعني كل سيمستر. وثم تشوف يعني التصفية كيفاه، يعني هي في الحقيقة قبل ما تدخل الناس هذو يعني راك درت التصفية الجيدة، أيه. يعني قليل وانت يعني تلقى، لكن تبقى تراعي في كل الناس هذو يعني هذو. وكان يعني بعض الناس اللي يمكن يكون ماهوش في المستوى، يعني يقول يعني هذا الناس لازم يروحوا يعني جامعة أخرى اللي يعني اللي يمكن المستوى نتاعها تكون يعني ناسب يعني الناس هذه. والجامعات ما همش كلهم كيف يعني، ما همش تاخذ من جامعه الام اي تي. انا دائما يا والله يعني اشكر الله واحمد والحمد لله يعني كل يوم على هذا الفضل، يعني لانه كان عندي فرصه لنكون يعني في هذه الجامعه. الان انا جيت الام اي تي في تقريبا 41 سنه ولا اكثر يعني في الام اي تي، ومن غير يعني المستوى تاع الام اي تي والاساتذه اللي في الامات، يعني تقدر تاخذ التليفون يعني مره ولا مرتين انت راك تتكلم مع يعني الخبير يعني العظيم في العالم كله في هذاك الميدان، تتكلم على الماء ولا الطاقه ولا تتكلم على الميدان بالميادين، تلقى راك تتكلم مباشره مع كيف الخبير في هذاك الميدان. وانا اظن والله اعلم يعني اذا كان المكتوب نتاعي كنت يعني في جامعه اخرى غير جامعه اللي هي من مستوى تاع الام اي تي، ما ظنيتش راح يكون لي يعني هذه الفرص باه نكون نخدم يعني مع شركات اللي هم في القمه، مع جامعات، مراكز بحث، مع حكومات يعني في العالم. والحمد لله يعني بفضل الله يعني ساهمت يعني في الكثير من هذه الشركات، وتعلمت الكثير يعني من هذه البرامج ومن هذه النشاطات اللي هي في أمريكا وفي خارج أمريكا. يعني مثلا
اليابان، يعني أنا أشتغل ليومنا هذا يعني مع اليابان والشركات اليابانية تقريبا 40 سنة، 40 تقريبا 40 سنة. الدول في أوروبا حوالي 30 سنة، يعني لما تجمعها مع بعض. في جنوب شرق آسيا، يعني تبدأ من جنوب كوريا وتهبط حتى تايلاند، يعني تقريبا 25 سنة ولا من هذا النوع. في الخليج الإمارات والسعودية والكويت وقطر، يعني حوالي 20 سنة من هذا. الحمد لله يعني تتألم كثير من هذه ال انا اللي يغيظني انه هذو قاعد استفادوا من البروفيسور وبلادنا قاعده تتفرج، هذا موضوع واحد اخر ما هي شوف خويا طه، يعني الشيء بسيط جدا. يعني كل البلدان هذه، كل البلدان، كل الشركات، كل الجامعات، كل مراكز بحث يتبعوا يعني كأنه فيها حرب، يعني على تقدم التكنولوجيا ليكونوا الأوائل. قدوم والأوائل، ويجيبوا على المهارات. وما راح لهم فيك، يعني إذا كان الإنسان جاي من الجزائر ولا جاي من اي بلاد، يعني هم جايين لانه انت عندك حاجه اللي راح تفيد فيها، راح تفيد بها صح اللي محتاجين تساعدهم، يعني يا اما في البرامج التقنيه ولا المشاريع التقنيه، يعني او في الرؤيه ولا في الاستراتيجيات ولا في الحاجات من هذا النوع. والانسان يتعلم، لانه يعني الجامعات نتاعنا، يعني وراني شفت يعني في العالم، يعني نتكلم على جامعات، يعني مش غير في الجزائر، نتكلم في الأستاذ ما يخوش يعني أستاذ في المكتب، ولا الأستاذ بين المكتب والمخبر نتاعه، اللابوراتوار هذا، يعني هذيك تبقى محدودة. هذيك احنا لازم الشركات، يعني وهذه الخبرة اللي راح تزيد أكثر وأكثر، يعني لما تتعامل مع هذه البلدان كلها، تتعامل مع الجامعات ومراكز بحث، يعني كل حاجة راح، كل مشروع، كل نشاط يعني راح تتعلم فيه. كاين نشاطات القصيرة مثلا يوم يومين اسبوع، كاين تاع سنوات كما تكلمنا من قبل على مع السعوديه سنغافوره، يعني عشرات من فهذاك الشيء. مثلا في الام اي تي، كل استاذ عندك حق كاستاذ انه يوم في الاسبوع انت خالص في هذاك اليوم، وتروح تشتغل تدير اي خدمه، مثلا تكون مستشار مثلا في كاش حكومه في أمريكا ولا خارج أمريكا، في شركات داخل ولا خارج أمريكا، ولا في مؤسسات أو في جامعات ولا أي هذا النوع. تحب تروح تدير مثلا كيف تسمي محاضرات، تحب تريح، تحب مكان. احنا في الحقيقة ما كانش قاعد يريح، يعني يريح بالك الفوتوغ كون فولونتير، واش تسميها، متطوع. تطوع، تروح تتطوع مثلا في حاجه من هذا. واذا خلصت في اي نشاط من هذا النشاط، ما تقول لك لا انت تخلص ولا نزيد نخلصك في النهار هذا. يجي واحد يفكر يقول لك يعني هذا التفكير يعني ماهوش سوسوه، يقول لك كيف انا نخلص سي الزبير في النهار هذا، والزبير يروح يشتغل ولا يروح يزيد يخلص من مكان واحد اخر. يقول لك لا، انت الزبير لازم تبقى في المكتب، اذا راني نخلصك انا يقول لك انت تبقى في المكتب. وهذا هو التفكير الخاطئ في الحقيقة، هذا هو التفكير الخاطئ اللي يقول لك انت الزبير نخلصك ولازم تبقى في المكتب لان راني نخلصك في النهار هذا. لكن انت صح سي الزبير، اذا كنت تروح مثلا عندك يعني نشاط مع اي بي ام، مثلا شركه اي بي ام ولا شركه ميتسوبيشي ولا شركه من الشركات، وتخدم معهم نص نهار ولا نهار ولا اسبوع ولا ساعات، ولا يعني كل حاجه رهينه. انت في النشاط هذا راح تتعلم اشياء، يعني يمكن حاجه تعرفها، يمكن حاجه ما تعرفهاش، تطلع عليها. ولما ترجع هذاك النهار، هما حاسبين انه القيمه نتاعك انت راح تزيد كي خلصك انت في هذاك النهار، مهوش راح يضيع النهار هذاك، لانه انت القيمه نتاعك راح تزيد. صح. فيعني تفكير اخر. يعني لما درنا البرنامج هذا في سنغافوره، يعني الحمد لله، يعني انا كنت فيه يعني في حوالي 17 سنه نظن. ففي هذاك كنت يعني نزور الهند والصين وماليزيا وتايوان وفيتنام، يعني كل هذه البلدان اللي هي يعني تقول يعني ما هيش بعيدة كثير يعني من سنغافورة. وتروح يعني تبحث على الطلبة والبوست دوكس، يعني واحد بواحد، هذول اللي عندهم يعني قدرات، عندهم يعني باه يكونوا يعني ناجحين يعني في الدراسات نتاعهم. وثاني كانت يعني طريقة سنغافورة نفس الشيء، يقول لك
اخذها نعطوه لك، نخلصوا لك البواياج نتاعك والسالير نتاعك وكل الدراسات نتاعك في سنغافوره وفي الام اي تي، وتشتغل يعني من دير البحث العلمي مع الاساتذه من ام اي تي وسنغافوره. وفي اخر الامر لما تكمل يقول لك انت مسموح لك بها تمشي، اذا حبيت ترجع لبلادك الجزائر الله يبارك فيك، اذا حبيت تروح لامريكا الله يبارك فيك. وثاني كذلك هنا بعض الانسان يقول لك كيف هل نجيب واحد نجيبه من الهند ولا نجيبه من الصين ولا نجيبه من المانيا ونعلمه كل الشيء هذا ويدير الماستير نتاعه مثلا، وكان يدير الماستير وكان يدير الماستير والدكتوراه، وفي اخر الامر نقول انت راك حر روح ما فيه لا عقد لا اي شيء. لكن هذا يعني اذا درت انت العقد هذا من اول، الناس اللي هم عندهم يعني قدره كبيره معظم هم يجيش. علاه؟ لانه يقول لك يعني من بعد اذا كان فيه فرصه اخرى ولا حاجه من النوع هذا يعني ما نحبش نربط روحي انا. لكن هم من البرنامج هذا في سنغافوره، هم الحكومه بتاع سنغافوره تقول لنا انه اكثر من 70% من كل هذ الناس اللي جبناهم يعني من بلدان هذيه يعني قاعدوا في سنغافوره، قاعدوا يشتغلوا يعني في الوزارات، يشتغلوا في جامعات، في مراكز بحث، وهم بعضهم داروا يعني انشاوا يعني الشركات نتاعهم يعني من هذا. فبذلك تقول انت علاه قاعدوا هذ الناس تم، هذه ترجع للبيئه اللي تكلمنا عليها من قبل، محيط متوفر، انتبه الناس المحيط، فهمت؟ المحيط النظيف هذا، الناس اللي عندهم نظافه، صح، والنظافه عقليه ونظافه بدنيه ونظافه شامله من هذه من هذا النوع. والمحيط ثاني يعني ملائم للانسان باش يزيد في العلم نتاعه ويزيد في الخبره نتاعه، يزيد في العلم نتاعه والهلاشة هذه. الإنسان مهما كان الإنسان جزائري ولا غير جزائري ما يقعدش يعني في مكان اللي هو يعني ما هوش يساعدك باش تزيد انت في كل يوم لازم تزيد في الخبرة نتاعك وفي العلم نتاعك. وإذا ما زدتش معناتها راك تهبط يعني، لأنه كان غير يعني كان غير دوشوا كما يقول لك يعني اختيارين يعني سواء تطلع يعني سواء تطلع ولا تهبط، ما كانش حاجه واحده اخرى. فيعني الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى يعني سهل. وشوف يعني لما صوت نونس نتاع الدكتوره في هذاك اليوم كانوا شركات عاطيني يعني بعض الاوفرز كيف تسمي يعني باه نخدم عندهم، وكاين بعض الجامعات. وفي هذاك الوقت لما الام اي تي ثاني عطتني يعني الفرصه باش نكون يعني نبدا كاسيستنت بروفيسور. لما تقارن بين الجانب المالي يعني تقريبا ما كاش مقارنه، لانه الجامعات حتى هنا في امريكا يعني السالير ماهوش كما يعني في تاع شركات، تاع شركات راه اكثر من هذاك. فاذا سبحان الله ما يعني وال كيف نسمي لي زوفر هذو اللي كانوا جايين من الشركات، ويعني كانوا الباكج هدايا يعني ما تقدرش تتصور يعني، ويمكن الواحد كل ليل مع النهار يعني ما تقدرش محفزات فيه الكروسه الدار. الحمد لله يعني لما نشوف انه يعني الله سبحانه وتعالى دار لي طريق باش نبقى في الام اي تي، نبقى في الام اي تي حتى وكان يعني السالير ماهوش كيما هذيك، وكان بعض الحاجات اللي ماهيش يعني متوفره كيما في الشركات. مثلا واحده من الشركات اللي كانت هي اي تي ان تي بيل لابوراتوريز يعني في نيوجيرسي، هو المدير هكا قال لي كي تحتاج اي جهاز اي حاجه اللي تحتاجها وتسوى في هذاك الوقت 100,000 دولار، قال لي حتى اذا كانت 100,000 دولار قال لي تكتب سطر واحد، سطر واحد يعني تقول يعني واش هذا الشيء واش اللي نحتاجه هذا مكان ونجيبوها لك. وفي هذه اي تي ان تي بال لابز هذه يمكن الناس راهم بعض الناس يعرفوها، هذه بدات في حوالي 1925 وهم من هذاك اليوم 1925 حتى انفصلت يعني في اواخر الثمانينات كان عندهم براءه اختراع، كل يوم عندهم براءة اختراع. هذا تاع الـ AT&T Bell Laboratories هم اللي اخترعوا اللازر والترانزستور وكيف تسمي الأوبريتنج سيستم وش سميها يونكس، حاجات كثيرة اللي داروها في هذيك المخابر هذو. أنا وش لاحظت من كل هذا أنه اهتمامهم بالعلم
اهتمام كبير بزاف، واهتمامهم سي بوضياف ربي يرحمه كان يقول فاتونا به، فاتونا فاتونا بالعلم. من خلال تجاربك، كان عندك تجربة في اليابان، كانت التجربة الطويلة اللي كانت في سنغافورة، كل التجارب اللي كانت عندك في الأمريكان مع كل الدول، الأهمية اللي يعطوها للعلم والأهمية اللي يعطوها للعلماء، وأن الدول تسير بالعلم. أنا لما نشوف، نعطيك مثال فقط، رانا في الجائحة هذه تاع الكوفيد، نشوف اليوم راه كاينة دول لقحت بنسبة 60 70 80%. مؤخرا جانا ايميل من وزارة التعليم العالي، قالنا باللي تقدروا ترجعوا للمخابر، ترجعوا لهم كما تحبوا، تقدروا تقروا كما تحبوا، حتى المدرجات تقدروا ترجعوا تعمروها من دون اي مشكل، فقط لانهم عرفوا يحسبوا وعرفوا يستغلوا العلم اللي كان هو طوروا اللقاح، طوروا في ظرف قياسي، وتقريبا قضوا على الجائحة اللي في دول أخرى مازال حاصلين معها. كيفاش احنا نقدروا نستغلوا العلم ونعطوا نعاودوا نرجعوا أهمية العلم، يعني هذه في ديننا ولا في حضارتنا من قبل، بلا ما نحكوا عليها، العلم كان مهم. كيفاش نقدروا نعاودوا نرجعوا العلم ونحطوه هو مركز كل القرارات والدراسات اللي رانا نديروا فيها، باش نمشوا في حياتنا نعاودوا نطوروا بلادنا؟ يا شوف كيف تفضلت خويا طه، خاصة يعني هي من قبل هذا كله شيء مهم جدا، العلم والتقنيات وكذا، وزيد اليوم أصبحت أكثر وأكثر أكثر وأكثر، لأنه الأشياء تعقدت أكثر. من قبل مثلا العولمة كانت موجودة من قبل، يعني الناس تمشي من قارة لقارة، يمشي من بلاد لبلاد، يديروا النشاطات مع بعضهم بعض وحاجات من هذا النوع. يعني الاختلاف فيها أنه الآن السرعة أصبحت سرعة يعني رهيبة في كل المجالات هذه. وزيد يعني من قبل يعني يعني الشعب، لما تشوف عدد الناس اللي موجودين في البلدان كان أقل من اليوم. اليوم أصبحوا كل الدول يعني فيهم يعني ناس كثير. الجزائر احنا رانا احنا واصلين تقريبا 45 مليون نسمة. الهند والصين راهم يعني زايدين المليار، يعني مليار ولا بين يعني مليار مليار ونص، والدول الاخرى يعني راح تزيد يعني فيها. وهذه كلها تزيد ضغط على كل الاحتياجات نتاعنا، الاشياء الغذائيه الصحيه، الطاقه، الكهرباء، الماء، يعني كل الحاجات هذه يعني الضغط راح يزيد. فاذا كان انسان شركة، مؤسسة أو دولة، إذا ما همش يعني يستعملوا علم والتقنيات باش يكونوا يعني فعالين في الخدمات نتاعهم وفي الخدمة نتاعهم، يعني راح يكون الإنسان يخسر أكثر من اللي، وراح يدفع أكثر من اللي راح يدي، ولا المردود نتاعه يكون أقل، فيعني هذا الشيء يعني ما لازمش الإنسان حتى راح يفكر يعني كيفاه، يعني له كيف نقول، يعني ما لازم ولا مش لازم، هذا راح كان لازم البارح يعني هذاك ما. وزيد الشيء الآخر أنه كما قلنا من قبل، أنه هذه الأشياء كل القطاعات هذه نتاع الماء والطاقة والصحة والتعليم، زيد النقل، الفلاحة والزراعة، يعني كل هذه الأشياء مربوطة مع بعضها بعض. أنا ما قلتش أنا نصور كيف إنسان يقدر يعني يدير القرارات ويدير يعني التخطيط يعني بدون يعني استعمال يعني أدوات تقنية وعلمية وطريقة علمية. تكلمت أنا من قبل على مركز يعني بحث يعني اللي هو بين الام اي تي والسعودية، اللي هو مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات. فهذا المركز كله على التقنيات الرقمية ولا الديجيتال تكنولوجيز، اللي ومركزة على القطاعات هذه اللي تكلمنا عليها، الماء والطاقة والانفايرمنت يعني البيئة، الصحة، ليبر العاملة أظن، النقل، والارتباطات بيناتها اللي هي كلها داخلة في بعضها بعض، حتى مسؤول أو مسؤولين يقدر يدير القرار، يقدر يدير الديسيجن ميكينج، يقدر يدير التخطيط نتاعه والبلانينج يعني في المستقبل، وشوف كيف هذه الأشياء يعني تتأثر على بعضها بعض. فهذه كذا يعني وراح تسهل يعني كل الشركات وكل الدول اللي استعملوا هذه التقنيات، الديجيتال ترانسفورميشن والديجيتال تكنولوجيز في كل هذه الميادين، تلقى أنه المصاريف نتاعهم نقصت. يعني إذا كانت ماهيش ملايير نتاع الدولارات، لملايين نتاع الدولارات نقصت يعني في المصاريف نتاعهم، لأن هما عندك يعني طريقة علمية
اللي تستعملها في هذا في هذا وتزيدك يعني بالسرعه، تزيدك في السرعه. يعني كيف يعني الاجابه، تكلمت انت من قبل على هذا الوباء، ان شاء الله يرفع الوباء هذا على كل الناس. يعني اذا ما عندكش يعني الاشياء التقنيه هذه، وعندك قدره باش فاست ريسبونس، يعني استجابة سريعة. إجابة سريعة، أوكي، إجابة سريعة. إذا كان شوف اليوم ولا في البارح اللي ثقيل راه خاسر، أوكي، صح. يعني غير ما كله يبدأ، ما غير ما كله تبدأ، أوكي. اللي ثقيل ولا عنده نظام ثقيل ولا عنده يعني أي مشروع من نوع من هذا، راه يعني ماهوش. فهنا تلقى مثلا في بعض البلدان يعني بطريقة سريعة، يعني شركات مثلا فورد، جنرال موتورز، تسلا، كثير من الشركات اللي كان يعني هم الاختصاص بتاعهم في مثلا في السيارات ولا في الأشياء من هذا النوع، غير مثلا خط إنتاج يعني من هذا النوع إلى نوع completely different، يعني نوع يعني مثلا في الطب، ها يعني اللي محتاجين مثلا في تعمل هذا الماسكس، تعمل يعني حاجات من اجهزه الاكسجين، يعني كل حاجاتك وبسرعه، يعني مش التغيير بسرعه والانتاج بسرعه. يعني ففي كل فهذه في كل ميدان تكون يعني تكون لازم. والعلم هذا لازم له البيئه نتاعه، لازم له الناس نتاعه، والعلم يمشي مع يعني احنا لما نتكلم على الجامعات والشركات، يعني البحث العلمي لازم، لانه البحث العلمي اساسي ولا يعني فوندامنتال ولا تسميه كيف نسمي يعني تطبيقي ابلايد، ولا البعض مهمين في يعني الاثنين. احنا في الام اي تي نركز على الاثنين. هذا الار ان دي، هذا البحث العلمي هو اللي يحرك الانوفيشن الابتكار، اوكي. والانوفيشن هي اللي تخلي يعني مؤسسه او بلاد تكون يعني تزدهر وفيها النمو وفيها يعني الاقتصاد اللي هو نافع يعني لتلك البلاد وغيرها. اذا ما ربطناش يعني كل هذه الاشياء، ما يكونش عندنا يعني الناس اللي هم يعني في المستوى، يعني باش هم اللي يقيدوا هذا البرامج نتاع البحث العلمي، وهم اللي يخرجوا يعني هذا الابتكار والانوفيشن في كل المجالات، ها، وتزيد يعني البلاد يكون فيها يعني نجاح وفيها اقتصاد وازدهار يعني للناس. بارك الله فيك. حبيت فقط انك من خلال تجربتك تعطينا مثال على كيفية الاعتماد على العلم والخبراء مثلا في الشركات وفي الحكومات. حبيت نعرف مثلا لو نحكم اي شركة ولا اي حكومة، وين لازم يعتمدوا على الباحثين هذو ولا الخبراء، يقولوا أرواح ويعطيلوا مهمة؟ هل يحطوا مثلا في لجنة خاصة؟ هل يديروا مستشار للوزير؟ هل يحطوا مثلا من خلال أن الناس المستمعين يعرفوا هذا الخبراء وين يقدروا يعاونوا؟ نتخيل أنهم ثاني يقدروا يعاونوا في الاستراتيجية على المدى الطويل، كيفاش يقدروا يعاونوا؟ يعني يعني وش راني شفت يعني، والحمد لله يعني الخبرات، فأنا يعني اشتغلت مع يعني كثير من الشركات يعني كمستشار. لما تكون مستشار ولا كونسلتنت ادفايزر، يعني تكون يعني مرات تكون في اشياء تقنيه، ها، يعني يمكن عندهم بروسيس، عندهم الات، عندهم اشياء يعني اللي لازم فيها مشاكل. مثلا اعطيك مثلا، في اواخر التسعينات كانت شركه يعني ماهيش بعيده من بوسطن في ذاك الوقت، مانيش عارف قاعدوا سموا ولا مش عارف، لكن في هذاك الوقت كانت هذيك الشركه هي اللي تخدم البنتيوم شيب لانتل، شركه انتل. فهذوك كان عند كيف نسمي النشاط اللي كانوا عاده كان يعني تقني. وكيف كانوا يشتغلوا هذوك؟ كانوا الناس انتل يجوا في الشركه هذيك باه يقولوا للشركه يعني ما هي السبيسيفيكيشنز نتاع، وكل مره يزيدوا نقصوا في يعني في التدقيق نتاعها، مثلا اللاينز، الحاجات اللي هي مختصه التكنيكال سبيسيفيكيشنز نتاع الشيبس هذوك. فهم نتاع انتل عايشين مع الشركه هذه اللي تخدم لهم الشيبس هذوك، باه يكون مؤكد على
على المنتج هذا، التشيب هذه كي تخرج، ومن بعد شركات اخرى يستعملوها في الكمبيوترز، ويستعملوها في يمكن حاجات اخرى، يعني تكون هي في يعني في المستوى تاعها. ففي هذاك الوقت كان يعني مشكل انه الآلة هذه اللي فيها روبوتات الدخل، فيها الأجهزة اللي على النانو، لان يعني تتحرك هذه ولا تتمشي الويفر هذا في الـ يعني كما تسمونها اكس واي زي دايركشنز، إحداثية. ايه هذه، على النانومتر يعني مت فهمت. وهذا الشيء كان يعني وكل هذه الأجهزة الداخل في هذه الآلة يعني مرتبطين مع بعضهم بعض. فكانت يعني كيف تحل هذه المشكلة، لأنه كان البروسيجن يعني الدقة ثم كانت يعني ما هيش not acceptable، يعني مش مقبولة. ما هيش مقبولة، إيه ما كانتش مقبولة. فكان هذاك من هذا النوع. فهذه الشركات يديروا من هذا النوع، يعني يجيبوا ناس اللي مختصين مثلا في الآلات الأوتوماتيكية، في التحكم، في الروبوتيك، في الحاجات هذه، بتخدم معاهم على مشكل اللي عندهم. مستوى الحكومة مثلا في إنجلترا يعني في هذا الشهر 12 اللي فات، يعني أنا كنت مع يعني وكالة من وكالات إنجلترا اللي هي يعني عندها يعني عدة أشياء، وشيء واحد منهم في تمويل البحث العلمي في إنجلترا، وكانوا هذو مشاريع كبار، يعني كانوا يعني 10 ولا 15 مليون باوند يعني في هذه المشاريع، وكل مشروع كان فيه يعني مجموعه كبيره من الاساتذه والباحثين، وكلهم كانت يعني بعض يعني في كيف تزيد يعني في تحسن الاشياء من جانب الطاقه ولا الماء ولا المواد اللي موجوده في البحر او في ولا غيرها. فكانت يعني مشاريع كبيره، ودير يعني التقييم بتاع هذه المشاريع يعني في ديسمبر. كانت يعني المشاريع هذه كنت في اللجنة من قبل، نظن كانت 3 سنوات ولا 4 سنوات من قبل، ومن بعد لما جاءت كوفيد هذه يعني رجعوا داروا يعني تخطيط آخر، لأنه كثير من المخابر يعني اللي كانت يعني توقفت شوية، لأنه الناس يعني الباحثين ما يقدروا يشتغلوا مع بعض وكذا من هذا. فهذاك يعني هذا يعني نوع من أنواع يعني نشاط مع يعني حكومة في ميدان يعني قطاعات مختلفة لكن مترابطة مع بعضها بعض. زيد يعني يمكن التقييم تاع مخابر يعني مثلا في فرنسا ولا في بلدان أخرى يعني تعمل على التقييم البحث العلمي والنتائج اللي خارجين يعني من مخبر. وتزيد يعني في حاجات أخرى، مثلا في البرنامج اللي كان مع اللي موجود الآن مازال مع MIT وسنغافورة، يعني هذا كان يعني الهدف نتاعو لانتقال والتحويل سنغافورة يعني من تقدر تسمي اقتصاد كلاسيكي إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وهذا كان في أواخر التسعينات. وفي هذاك النشاط كان فيه وزارة من جانب سنغافورة، ممثلين بتاع سنغافورة، وزارة الصناعة، وزارة التعليم العالي، وزارة الـ كان فيها وزارة اللي التمويل بتاع البحث العلمي يسموها A-Star، وفيها EDB، هذا EDB Economic Development Board اللي هي وكالة في ذاك الوقت يعني مستكلفة إلا ب الرؤية والاستراتيجية بتاع البلاد. وزيد جامعتين كانت NUS و NTU، هذو جامعتين، وثاني كان مركز بحث آخر بتاع اللي تابع المانيفاكتورينج، يعني كل هذوية اللي كانوا ممثلين من جانب سنغافورة. لكن الهدف كان باين، الهدف كان كله إلى كل هذه النشاطات اللي كنا نشتغل عليها اللي هي تابعة إلى تحويل سنغافورة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. فهذا ما كنش غير وحدي، يعني كان يعني احنا مجموعة كبيرة، يعني في الدفعة الأولى احنا في MIT حوالي 150 أستاذ، فالMIT اختارتنا احنا 50 واحد، يعني 50 أستاذ اللي بينا يعني في الخمس سنوات الأولى، ولما قبل ما نكمل الخمس سنوات الأولى في هذا البارتنرشيب الشركة مع سنغافورة، زدنا مشروع آخر ولا نشاطات أخرى اللي فيها ثمان سنوات، وتزيد النشاطات. يعني
الحاجة اللي راك تشوف فيها الآن أنه في هذه الـ كيف تسمي الشركات هذه ما هيش يعني فيها البحث العلمي وفيها التعليم، فيها يعني الشركات وفيها الحاجات من هذا النوع، لكن فيها الهدف. لو راح توصل الواحد الهدف ولا أهداف يعني من بعد مدة مثلا تاع 5 سنوات أو شيء من هذا، فيمكن هذه هي تكون بعض الأشياء. وشركات عندهم مثلا لما كنت ندير في يعني البحث على السكانير سوي شركة سامسونج، هم في الكومبيس نتاعهم في هذه سوان سيتي يسموها في كوريا، أنا ما حسبتش لكن هم قالوا لي فيها حوالي 20,000 باحث في الكامبيس هذا نتاع سامسونج. هذاك يعني ما هوش غير واحد، يعني مدينة، هي مدينة محو إيه. ظن حتى الإنسان اللي يبيع لك في الحانوت تدخل تشري عليه قهوة ولا تلقاه باحث. مدينة كاملة باحثين. وفي هذه البلاد يعني مثل ما تشوف، يعني انا لما نسال نقول انتم وش يعني الخدمه نتاعكم، يعني كيف نقول ساعه، فهو الجواب نتاعهم دائما يقول لك من الساعه الخمسه، فنقول لا انا يعني هذا هو الساعات الشغل الرسميه من 9 ل 5. انا حبيت نسمع على الساعه الحقيقيه. فهذا تاع سامسونج وش يقولوا لي انه اللي يجي متأخر في الصباح يجي ساعة من قبل، يجي 8 تاع الصباح. واللي يروح لداره واللي يمشي في آخر اليوم ويروح يعني مبكر يروح ساعة من بعد، يعني في 5 يروح 6. أوكي، هذه الناس. وفي الصين راح عندهم كثير، عندهم هذه انت اللي يسموها هما 996، يعني 996. إيش معناتها؟ معناتها من 9 تاع الصباح 9 تاع الليل و6 أيام في الأسبوع. أوكي. فهذه الناس، هذه الشركات، هذه الحكومات يعني ما هيش واصلة غير يعني بكلام الأشياء هذه. يعني لما نسمعنا ذي الأرقام ما نفشل، نقول وش لما نقيسوا مشروع، اي مشروع شحال لازم له باش ينجح، ولا ما خاصه لما يكون مشروع كبير نحسبوه كما نقولوا اوم اير، شحال انسان لما تشوف دوله فيها مليار 100 مليون ملك مهندس يخدم ساعتين زياده على الاقل في النهار، شحال لازمنا هنا باش نخدموا ما نلحقوا انا. ايه ايه يعني كذلك الواحد يقول ايه كيف نديروا احنا، يعني ايه كيف نديروا بهن. وشيء الآخر يعني هي إحنا نتكلم على يعني على العلم، ما دخلناش في الديتاي لكن ولا في التفاصيل، لكن غير إنسان يعني إنسان يعني يعرف هذا كيف نسميه، يعني قيمة العلم وقيمة الإنوفيشن الابتكار في هذه المجالات. فتحكم مثلا الكندا اللي فيها الناتج المحلي الإجمالي يعني الجي دي بي هذا تقريبا 2000 مليار دولار في العام، وكندا يعني عندها هي البلد المصدر يعني للخشب، منتجات الخشب، والخشب يعني تقريبا يعني هي اكبر يعني مصدر يعني في العالم، وهي كذلك تقريبا يعني البلد الثالث يعني اللي عندها الريزيرف، وعندها كندا عندها يعني العديد من الجامعات ومراكز البحث والموارد الطبيعيه، وهي يعني حوالي يعني 10 مليون كيلومتر مربع في المساحه الارضيه بتاعها، تقريبا قلنا شحال 38 مليون يعني من الناس، وهذه كلها يعني تقريبا هي في الميزان يعني كما يعني المنتج بتاع الام اي تي اللي هي يمكن اقل من كيلومتر مربع. احنا في الام اي تي يمكن تقول حوالي 20,000، يمكن حوالي 20,000 يعني الطلبه، كل طلبه حوالي 11,000، حوالي 11,000 الاساتذه. احنا كلنا نديروا البحث العلمي ونديروا التعليم ونديروا كل هذه النشاطات، حوالي 1050 واحد يمكن. وكان الباحثين يعني كان ناس أخرين اللي البحث هذو كان يمكن حوالي 3,000 ولا 3,500، وزيد يعني الإدارة يعني من هذا النوع. لكن يعني تتلقى هذه الـ MIT يعني كمشة صغيرة،
يعني عندها نفس الوزن يعني في الاقتصاد العالمي كدولة، دولة يعني ككندا. يعني لو تستقلوا وتشتروا جزيرة في البحر هكذاك وتديروا دولة تاعكم وحدكم تقولوا أغنى دولة في العالم. دائما في مجال الصناعة والعلم كذا عندنا هذه سؤال ممكن شوية نخرجك الموضوع، اللي هو أنه تكلمت قبيله احلى كيفاه نطور مجالات، على بالي انه باش تطور مجال عاده ما نقدروش نفصلوا مجال على بقيه مجالات لانه كلش يمشي مع بعضها، الصناعه، التجاره، الجمارك، الاداره، ولكن لو كما يقولوا هنا ثوت اكسبيرمنت، لو نحبوا نطوروا مجال الروبوتيك في الاكاديميه والصناعه بالجزائر، وش اللي هي الخطوات اللي قادرين نديروها بالرغم من النقائص اللي عندنا اللي قادرين نستعملوه كنقولوا هنا اكتيفيتي ولا كنشاط قادرين نطوروه والجزائر تتميز، خاصة لو نشوفوا أن أفريقيا، أنا بحكم اختصاصي في الروبوتيك الصناعي وبحكم اختصاصك ثاني في الروبوتيك وكان عندنا نظرة، ناقص جدا استعمال الروبوتات الصناعية في الجزائر. هي شوف هي تأخذ ميدان الروبوتات ولا أي ميدان آخر، يعني هي في آخر الأمر يعني كيف أن إذا راح نديروا يعني هذه الآلات الأوتوماتيكية والروبوتات، يعني وين ما هي المصلحة نتاعها، يعني كيف تابعة لنمو البلاد ونمو الاقتصاد نتاع البلاد. فهذا هو يعني الـ في مثلا في سنغافورة ولا في هذه البلدان ولا في فنلندا، يعني كل النشاطات هذه عندها الهدف نتاعها، وهذاك الهدف راح يجلب حاجات. إذا كانت علم الروبوتات الله يبارك، إذا كانت مثلا الكمبيوتينج الله يبارك، إذا كان فيها يعني مثلا الادفانسد ماتيريالز الله يبارك، كمبيوتر ساينس، ودخل فيها هذه الحاجات. يعني ماهيش التكنولوجيا اللي تجي قبل، الهدف نتاع حاجه هو الاول. سو مثلا انا تكلمت على خبره من الخبرات في فنلندا في التسعينات، اللي في فنلندا في التسعينات، يعني لما روسيا يعني كان عندها مشكل كبير، وروسيا تاني كانت يعني من تقدر تقول من الزبائن نتاع فنلندا، فكان يعني الاقتصاد يعني ضاقت شويه، يعني والحاله كانت يعني صعبه في فنلندا في ذاك الوقت في اوائل التسعينات يمكن حتى الميد 90s. وكانت البطاله يعني على الاقل 20%، يعني كبيره هذا الرقم، هذا البطالة كانت موجودة، الديون يعني حوالي 60% من الجي دي بي بتاعهم، لكن هم ركزوا على التليكوميونيكيشنز، يعني هم اختاروا التليكوميونيكيشنز أنه يعني هي قطاع من القطاعات اللي هي مهمة. نوكيا يعني لعبت دور كبير في هذاك الوقت، وكل النشاطات يعني الحمد لله كنت مستشار لوزارة ذاك الوقت مسمينها تاكس، هي يعني تابعة للعلم والتقنيات في فنلندا، فكانت تقريبا 30 28 أو 30 مشروع، كل واحد عنده الاختصاص نتاعه، مثلا واحد في البلاستيك، مثلا واحد في السنسورز، واحد في البرمجيات، الاخر مثلا في مثلا البرودكشن، يعني لكن هم كلهم يعني عندهم انتجريتد وتابعين للتليكوميونيكيشن اندستري اللي تابعه للسيلفون، للجوال هذا ولا البورتابل. اوكي، فهذا الوقت كي تشوف انت مثلا فيها بعض الانتاج ولا بعض الخطوط كيف تسميها برودكشن لاينز، برودكشن لاينز، خطوط الانتاج هذويا، يعني هذيك راح تحتاج مثلا آلات اوتوماتيكيه، تحتاج روبوتيك، تحتاج بالحاجه من هذا النوع، لكن هو الهدف انه راح دوله فنلندا تكون من اوائل وتكون ناجحه في ميدان التليكوميونيكيشن نتاع الاتصالات. فهذا هو يعني هنا في امريكا يديروا كثير من هذا النوع، وعندها حتى وزاره الدفاع يعني تلعب دور كبير يعني في هذا المجال. فننظر كي تكون يعني المشاريع من هذا النوع، مثلا تاخذ الجزائر وتقول اليوم يعني مثلا في امريكا ولا في العالم، في نفس في امريكا انسان واحد يعني يحتاج حوالي 400 لتر في النهار تاع ماء، ايه تاع الماء، اوكي، حوالي 400 لتر تاع ماء في النهار،
باه يعني يشرب ويغتسل وياكل وحاجات منه. اوكي، تجي انت الجزائر والهاوس، الجزائر الانسان في الجزائر شحال يتوضا 5 مرات في النهار ويشرب مثلا، ده يكون صحيح، لازم على الاقل 2 لتر في النهار وتزيد، يعني كل الحاجات هذه. شحال يعني الجزائري يعني على المعدل يحتاج من الماء؟ ومن بعد تقول دوكا كيف نوزعوا احنا، كيف راح ننشئوا هذا الماء وكيف نوزعوه حتى يكون كل جزائري عنده الماء، سواء عنده الماء كل يوم او نقولوا له يعني مثلا انتم الحي هذا في نهار الاثنين يجيكم الماء ولا كذا حاجه. اذا كان الماء ماهوش كافي يعني دير يعني نوع من التنظيم، حتى تكون عندنا نظام والانسان يعرف الماء تاعو كيف راح يجي، يعني من هذا. وما تقدرش يعني راح تبني دوله، وما تقدرش راح تطور دولة، وما تقدرش يكون عندك كيف تسمي هذا المستثمرين داخل الجزائر وخارج الجزائر إذا ما كانش نظام اللي هو شامل، يعني كل هذه الأشياء، الماء، الكهرباء، الأمن، كلهم داخلين في بعضها بعض. أما يعني الإنسان يبدأ كما يقول لك يعني إذا يتكلم على الاستثمار ولا يتكلم على الاقتصاد وكاين المشاكل الأخرى هذه، يعني كيف راح تبني اقتصاد وما عندكش هذه الأشياء؟ أو إحنا إذا راح نديروا الماء والكهرباء إلا في مراكز، مثلا تجيك مانيش عارف شركة، سمي شركة، أي شركة سبت الماء هذه ولا شركة من الخارج، حابين يجونا على الاستثمار، يجون الجزائر ونتعلم تسلا، حابين تسلا تجي تخدم السيارات الكهربائية. تسلا بارك الله فيك، تسلا ولا زوبيا تجيك تسلا انت. احنا كيف راح نديروا لها مركز غير لها هي، ونعطوا لها كل المال لها هي، ونعطوا لها الكهرباء لها هي، والامن لها هي، خاصه الحين نبنوا لها سور به الناس كي يجوا ثماتيك يكونوا يحسوا بالامان. وزيد واش يحتاجوا بالك اوتيل ومش عارف فندق، دير لهم فندق كل شيء هذا. النقل لكن هذا ماهوش هذا هو كيف تسمي الحل. انت الناس هذويا كي راهم يجوا مثلا الجزائر، يحب هو يروح يخرج الجزائر، يحب يروح يشوف العاصمه، يروح لباتنا، يحب يروح لطامن راسط، يحب يروح مش عارف تندوف، يحب يروح العنابه، يحبوا الناس هذو يجوا يخدموا ثماتيك ويمشوا كاع كل البلدان. يعني انت مثلا راك مسافرت، وكل انسان اللي يسافر مثلا اي بلاد، انت عندك مثلا ولا عندك شي نهارات زيادات، يعني تروح تدير مثلا تزور يعني بعض الحاجات في هذه البلاد. فمعناتها حل اللي يمكن الانسان يدير هذا النظام نتاع يوفر كل الاحتياجات في مراكز معينه، يعني يعني للمدى البعيد ماهوش الحل. لازم الحل هذاك يكون للبلاد كلها، للشعب كله، لاي مثلا نتكلم عن الجزائر، اي صح. مواطن جزائري يكون عنده الامان وعنده الراحه وعنده الاطمئنان وعنده الماء وعنده الكهرباء وعنده النقل وعنده النظافه وعنده هذه الاشياء. هذا هو، هذه هي. استاذ، هو ما شد انتباهي ايضا في هذا الامر هو انه ما نقدروش نكونوا ملاح في كل شيء. في قضيه فنلندا هم اختاروا مثلا تيليكوميونيكيشن، كاين دول مثلا اختاروا الطاقه، ما نقدروش نشوف ونستغلوا ايضا للخيرات اللي عطاها لنا ربي، نشوفوا واش عندنا كما يقولوا ادفانتجز، واش عندنا حوايج باش ملاح. عندنا الصحراء اللي قادره فيها مثلا فيها فضاء اللي هي الشمس، بصح قادره ثاني فيها الجفاف اللي قادره تسبب لنا مشكل في الماء. ونبنوا على هذا دراسات اللي تخلينا اننا نستغلوا واش عندنا مليح، ونحاولوا ان نكملوا النقائص اللي عندنا، وتجيب ناس مختصه هي اللي تهدر لك. مش هنا مشكلة انه بعض المشاريع من هذا النوع تدار بقرار سياسي. نعطيك مثال، هالمطار عندنا في الأقواط داروه بقرار سياسي، ولكن ما خموش أنه المطار المدني داروه بجنب مطار عسكري. بعد وقع مشكل في الطيارات وكيف هي نتنظموا الدوخ. تقول كيفاش إنسان قدر يعقب بهذا المشروع بلا ما يخموا حاجة بهذه البساطة؟ قال نشوف نجيب خبراء يقولوا لي بلي هذه منطقة عسكرية ما نديرش فيها مطار مدني، نديروا في شمال الولاية ولا مع باليش. يعني كاين ساعات عند المشاريع اللي هما هكذا قرار سياسي، نديروا هنا أكبر مزرعة، وبعد تلحق تقول مش عارف ما عندكش الماء ولا ما عندكش، والله نديرو هنا. هي شوف، هي الـ لما تمشي بالنظام، شوف هي اي بلاد اللي راح تنجح انا نظن لازم عندها واحد المينيموم، واحد الاشياء اللي هي لازمه، وهذيك الاشياء لازم تكون موجوده. منها هذه الوحده في البلاد، منها الامان والاطمئنان، والشعب مهما كان المستوى تاع انسان المواطن، يعني شوف أن البلاد راهي تمشي في اتجاه اللي راهي بان يعني اوكي،
ها يعني ولا مش غير اوكي، يعني راح يمشي في الاتجاه الصحيح. وكي دير هذا البرنامج، البرامج هذه اللي لازم تندر، كما تكلمت على سنغافوره، انت سنغافوره احنا لما درس البرنامج مع الاماتي، احنا في الاماتي انا كنا، انا من الجزائر، ناس من الهند، واحد من مش عارف من المانيا، واحد من امريكا، واحد من كلهم هذه. احنا كيف نروحوا لسنغافوره؟ يبقى يقول اه لا لا انا حبيت غير الامريكان، يعني ما حبيتش الناس هذول الاخرين. لا، عمرهم لا يتكلموا هذا الشيء، لانه عارفين انك انتم جايين من مؤسسه، يعني مش غير مؤسسه محترمه، مؤسسه راهي القمه نتاعها، وهذو ناس جايين باه يخدموا. احنا يقول لك problem solvers، يعني جيت بتحل مشكل، مانيش باش جايين باش ندير سياسه ولا ندير هذه الاشياء. فلما نتكلم على هذا الديجيتال تكنولوجيز، مثلا الديجيتال ترانسفورميشن، الروبوتكس، الاي اي، يعني كل هذه الحاجات يعني لازم تكون مرتبطه بهدف، هدف اللي هو باين. مثلا تقول هذا الديجيتال تكنولوجيز، هذه الرقمنه، انا يندير مثلا من الديدلاين تاعي، الحد الاقصى، الاجل سنتين، ندير كل الجزائر المينيموم يكون 80% مثلا، نديرها كلها ديجيتال، كلها رقمنه. انت تبدا من دارك تستعمل، ولا كل جزائري في داره يبدا يقدر يدير كل الاحتياجات نتاعو كلها، ولا 80% نتاعها. ايه تقدر دير كما هدف هذايا، ودير هذه في 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 دبي، داروا هذا الشيء. اليوم راهي يعني من السيلفون ولا البورتابل هذايا، سمارت فون، تقدر تقضي كاع الحاجات نتاعك، ما تتحرك، ما تسال انسان، ما تعطي رشوه، ما تدير حتى شيء. زيد بالزياده تشوف يعني واش الحاجات اللي الفوائد اللي فيها، فوائد كثيره. انت في الارض عندك الناس، كل واحد اللي لازم يروح المكتب هذا وزير المكتب هذا، يعني دوكا تتنقص في النقل، ولا في استعمال البنزين، تزيد الاوراق، هذه الاوراق. كنت نشوف يعني، كنت نشوف في الارقام تاع هذه، يعني اكثر من مليار نظن اللي تاع دولار اللي يعني استفادوا منه، لانه راك نقصوا في الاوراق هذه اللي راح تستعمل في الملفات، ومانيش عارف الاشياء هذه. ففيها فوائد اخرى، كل انسان يقدر يقضي هذه الاشياء من داره، يعني ما كان له. يعني انا راني هنا في امريكا، يعني الحمد لله 46 سنه، كما جيت ما كانش الانترنت هذاك الوقت، اوكي، لكن بالتليفون تقضي صلاح، بالتليفون تكلم شركة الماء، شركة الكهرباء، هذه الشركات. لما جاء الانترنت تقدر دير كلش بالانترنت، ما تتحرك مثلا. انا اليوم هذا وكنت تقول لي وراه هي وراه المكتب نتاع شركة الماء، والله نقول لك ما نعرفش وين جاي، وانا راني ساكن في المدينة هذه مش عارف شحال من سنة، مانيش عارف وين جاي، وتاع الكهرباء كذلك، وتاع التليفون كذلك، ومش عارف. وللاسف انه هذه الامورات ماهيش مش خارقة، وعدنا القدرات في الجزائر اللي يقدروا يديروا. انا هذه اللي تقيضني اكثر، يعني كاين شباب والله لو تعطيهم اليوم، كاين واحد مؤخرا لقوا مش عارفش من وزارة ولا هيئة، راحوا باش يديروا موقع بسيط في العرض، يجيبوا جزائريين يخدموا لهم بثمن مش طالع، راحوا خلصوا شركة فرنسية 850 ألف أورو ولا بلاش حال بيخدموها لهم. بعد ذلك الشركة الفرنسية لحقهم داول الماركت ولا المارشي هذاك، حطوا إعلان في موقع فرنسي، حوسوا واحد يهدر شوية العربية ويعرف يبرمج. علاه تروح هذا السيد 805؟ بس أنا نظن اللي بالك فساد، لأنه نرجع لك قلتها أن أستاذ تاع دبي داروا تطبيق هذاك باش أنها تخرج ورقك بلا ما ترشي. بس تخاف، كان واحد الأعضاء تخاف أنهم يديروا تطبيق تاع الرشوة، يديروه أونلاين. هي شوف، هذه الرشوة تابعة كيف تقول هذا تاع الفساد، اللي راح تخسر يعني أمة كلها، تخسر أمة كلها، والناس يتعلموا عادات اللي ماهيش عادات ملائمة. وزيد اليوم الشركات الكبرى، الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى والجامعات كما الـ MIT، يعني ما يحبش يدير أي علاقات ولا أي علاقة مع حكومة ولا مع شركة اللي هي مشكوكة، ولا شركة اللي ما عندهاش القيم اللي تكلمنا عليها. وكنت يا الإنسان يقول يعني يا هذا حابين نبنوا أمة،
ولا رايحين يعني غير كيما يقول لك داي تو داي، يعني كل يوم يعني اذا سلكت في اليوم تقول الحمد لله، وغدوه من ذاك تعاود تشوف كيف تسلك نهار بنهار، هذيك يعني شيء اخر. احنا نظن عندنا كل القدرات داخل الجزائر وخارج الجزائر باه تقدر تدير امه اللي عندك الافراد نتاعها الله يبارك، يعني في من جانب التقنيات في مستوى عالي، ومن جانب السلوك نتاعهم ثاني في مستوى عالي، المعاملات نتاعهم مستوى عالي، وتخلق يعني بيئة اللي هي يعني من المستوى الأعلى، حتى الناس يجوا، المستثمر يجي لداخل ولخارج البلاد، يزيد يدير الريسك نتاعه، يزيد يعني خاش يكون يشوف القوانين كلها موجودة، البلاد راهي ماشية في اتجاه صحيح. وتقدر أنت مثلا المسؤول تقدر تتكلم مع شركات الخارج، تقدر تتكلم مع الحكومات هذه يعني باش يساعدوا في هذاك الاتجاه. وكي يشوفها يعني فوضى، تاخذ اي بلاد مش تكلم على الجزائر، يعني اي بلاد اللي هي فوضى، يعني ما يقدرش انسان يروح. انت مثلا انت راح تستثمر تبدا تدير 100 حساب، تدير 100 حساب يعني تقول يعني وقت ندير وكيفاه، بالك هذه وبالك هذه ومش عارف، وتتعطل ومش عارف شحال لك وقت. ايه يعني لو كل انسان لازم يعني ياخذ يعني القرار يعني وش من الاتجاه هذاك، ويبدا في النشاطات هذه. والخير يعني هو بالنية الصالحة وعزم تاع الناس وكل هذه الموارد البشرية اللي موجودة الجزائرية، يعني ما ظنيتش اللي يكون فيها مشكل. يعني إذا كانت النية وكان القرار أنه راح نمشي في الاتجاه هذا، والله أعلم. أستاذ بارك الله فيك، فما نطولوش عليك والمستمعين ما يقولوش ما كثرتوا الناس، خاطرهم دايما يقولوا لنا جيبوا لنا الضيوف ومطولوا لنا معاهم. ان شاء الله بحول الله الاستاذ راح نجيبوه في حلقات اخرى، راح نحكوا بالتفاصيل على مثلا مشكله الماء، لانه عندنا مشكل كبير في الماء، مشكله الطاقه في مجالات محدده. ان شاء الله الثوره الصناعيه الرابعه راح نحكوا فيها مع الاستاذ. بارك الله فيك، ما نزيدوش نطولوا عليك. جزيل الشكر على وقتك، شكرا على انك اجبت الدعوه. نقدموا لك انك تدير لنا كلمه اخيره وبعدين نفوتوا للزبير الختم، تفضل. الله يبارك فيك، والله يا الله يبارك فيكم، وربي يجعلها لكم في ميزان حسنات يعني على هذه النشاطات اللي ان شاء الله تكون مفيده يعني للجميع. تكلمت على العلم، انا دائما لما تذكروا العلم كان واحد من الابيات تاع شعر دائما يعني نذكرها، تكون يعني ان شاء الله هذه خاصه للشباب نتاعنا اللي هم في الجزائر وخارج الجزائر. فهذه الابيات تابعه للامام علي، يعني بعض الناس يقولوا الشافعي نظن هي تابعة للإمام علي، فيقول هذا صاحب التحفة: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن كان لهم في أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، يعطيك الصحة أستاذ كمال. الحقيقة استفدنا من الكثير كالعادة، لأنه ما هيش أول مرة هذه اللي كما نقول وجدنا فرصة أن نخدمه معك. خدمنا معك من قبل في هذاك المخيم التعليمي الافتراضي العام اللي فات في وقت الكورونا، كانت عندك ثاني ودخلت قيمة، وإن شاء الله المستمعين تاعنا يعود استفادوا معنا. وصراحة كانت كسيرة ياسر، لأنه كانوا باقي المواضيع راح نزيدوا فرصة أخرى إن شاء الله نزيد نحكوا فيها. إن شاء الله المستمعين تاعنا اللي ثاني حابين يزيدوا يسمعوا أفكار الأستاذ كمال، راهو عنده مداخلة دير سلسلة رائعة مع صفحة مباشر سيليكون فالي، أنا نحط الرابط من بعد في اليوتيوب والفيسبوك اللي حبي يزيد يطلع. راهو دير سلسلة كاملة يهضر على أمور النهضة في الجزائر، سواء يهتم بعدة مواضيع، الصناعة والتعليم والصحة وكل هذا الشيء، لأنه عنده نظرة كما يقولوا هنا عامة وشمولية على كيفاش تنهض البلاد. هو من الطاقات اللي نفتخروا بها، وإن شاء الله في المسؤولين تاعنا انهم يزيدوا يهتموا بالطاقات الجزائريه سواء كانت داخل البلاد او خارجها، وانهم يعطوهم دور اكثر، لانه كما نقولوا اهل البلاد هما اولى بالصلاحه، يعني هما اللي رايحين بعد يوقفوا عليها، مش راح يجيك البراني يوقف عليها، البراني يدي دراهم ويروح، وكي ما يبقاش فيه الفائده ما يروحش. هذا الرساله اللي حابين نلحقوها اكثر. اذا من غير اطاله، شكرا مره اخرى استاذ كمال، بارك الله فيك.
ومستمعين تانا يعطيكم الصحة، وشكرا لبقيتوا معنا لهذه المرة، ولقاءنا في حلقة جديدة إن شاء الله. تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.